ركلتي جزاء لم يحتسبا للنادي الاهلي ضد فريق سان داونز الجنوب افريقي، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، اتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكوره. وتعالوا كده نروح نشوف الموضوع اللي هنتكلم فيه في الحلقه بتاعت النهارده. اول حاجه طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فوز غالي جدا وفوز محترم جدا، طبعا مباراه مهمه جدا كلنا عارفين بحاجه زي كده. والنادي الاهلي فاز على فريق سان داونز بهدفين مقابل لا شيء، في حين ان المفروض اصلا يفوز باربعه اهداف مش بهدفين بس، لان انت عندك ضربتين جزاء طبعا ما اتحسبوش. اتحسبوش ازاي؟ ما تعرفش. اول حاجه معانا النهارده تعالوا نروح نشوف الحاله اللي معانا دي. اول حاله وهي بتاعه الحارس. بص الحارس عمل ازاي؟ حاجه مؤذيه جدا، حاجه مؤذيه بمعنى كلمه مؤذيه. انت اللاعب قبل ما يمسك الكره اصلا داخل في محمد شريف برجله في ظهره، محمد شريف وقع على الارض قبل ما يمسك الكوره، اذا يبقى دي ضربه جزاء واضحه وصريحه جدا. ما تعرفش ما اتحسبتش ازاي، ده شيء محدش يعرفه. الحاله الثانيه معانا طبعا وبتاعه محمد شريف ايضا، ودي طبعا اللي كانت في بدايه المباراه وحاله غريبه الشكل بصراحه. يعني تعالوا بس كده نبص كده على الفيديو اللي قدامنا ده، هتلاقي اول حاجه ان اللاعب اصلا داخل في محمد شريف برجله، يعني عجز اللاعب برجله الاول قبل ايده. يعني مثلا في ناس حللت النقطه دي وقالت لك لا ده هو لاعب ضد لاعب، وطبعا الكتف ما فيهوش اي حاجه فهو بيحضن على كورته بيحافظ على كورته، فمحمد شريف لما وقع ما فيهاش اي حاجه ومخليش حد يتكلم فيها على الاطلاق. ولكن يا جماعه زي ما قلت لكم وزي ما شفتوا انتوا في الفيديو ايضا، تلاقي اللاعب داخل برجله معجز محمد شريف وقعه في الارض برجله قبل ايده، اذا يبقى هنا في ضربه جزاء ثانيه، اذا يبقى في كده ضربتين جزاء ما احتسبوش لنادي الاهلي ضد فريق سان داونز الجنوب افريقي. وده كان الفيديو باختصار شديد جدا. اتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو.